فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الجو باردا واغتسل الرجل للجنابة وفي خروجه لصلاة الفجر قد يتأذى، فهل له أن يصلي في بيته؟ نعم، إذا كان ما عنده ملابس تدفئه يخشى إذا تعرض للهواء وهو مغتسل أن يصاب، يصلي في بيته. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.